صباح الخير من ديليجان. اليوم سنتوجه إلى منتجع جيرمود بعد أن قضينا ليلة جميلة هادئة في هذه المدينة الصغيرة التي تبعد ما يقارب 120 كيلومتر عن مدينة يرفان، بعيدا عن ضجيج المدينة. سنتوجه وسنسلك الطريق المحاذي لبحيرة سيبان، وسنتوقف في عدة مراحل ونصور لكم جوانب من رحلتنا. إن كنت أول مرة تزور قناتنا، أدعوك للاشتراك بهذا القناة الذي سيغنيك عن كل شيء، سيقدم لك كل المعلومات التي تحتاجها فيما لو قررت زيارة جمهورية أرمينيا. تابع الفيديو للأخير لتتعرف على منتجع جيرمود والأماكن التي بإمكانك أن تزورها فيما لو حالفك الحظ وأن زرت منتجع جيرمود. هذا اليوم.